بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في بداية حلقة جديدة من برنامج في رحاب القرآن. نواصل مع هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ونواصل أيضا مع ما جاء فيه من توجيهات ربانية سامية تصلح بها الدنيا ويصلح بها الدين. نواصل إذن مع سورة النمل. توقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما تشركون، صدق الله العظيم. نواصل من هذه الآية الكريمة إلى قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة لقوم يؤمنون، صدق الله العظيم. إذا نبدأ هذا المقطع الكريم مع ضيوفنا الأكارم، وهم القارئ محمد ونوح والسيدي عبد القادر. أرحب بكم شيخنا الكريم، كما أرحب كذلك بالشيخ الداعية عبد الله والعبد المالك. مرحبا بكم شيخنا الكريم. كما أرحب بكم أيها السادة المشاهدون الكرام في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك. بإمكانكم التواصل معنا عبر خطوط الهواتف التي ستظهر تباعا على الشاشة أمامكم، ولكم أن تصححوا هذا المقطع أو غيره إن أردتم. إذا نبدأ معكم شيخنا الكريم هذا المقطع الكريم برواية قالون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون،
لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم شكرا لكم شيخنا القارئ على هذه القراءة العطرة لهذا المقطع الكريم من سورة النمل شيخنا الكريم نبدأ في تدبر هذا المقطع الكريم من سورة النمل يقول الله عز وجل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما تشركون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم على من بعث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذه آيات اليوم آيات عظيمة وكل القرآن عظيم إلا أن هذه الآيات تبدأ بحمد الله والحمد هو الثناء على الله عز وجل بالنعم التي نشعر بها والتي لا نشعر بها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما تشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق يا تبهج ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله بل هم قوم يعدلون آيات عظيمة تمجد الله عز وجل تصف الله بما له من الصفات العظيمة قل الحمد لله أي لما ذكر هلاك الهالكين ونجاته فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قال قل الحمد لله على هلاك الكافرين الظالمين الطغاة المعتدين قل الحمد لله وهذا الحمد بدأت به خمس سور من كتاب الله الفاتحة والأنعام والسبأ وفاطر والكهف خمس سور بدأت بهذا الحمد وهو حمد عظيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولا أولي أجنحة جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه ما يشاء إن الله يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ويقول تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن
أن لهم أجرا كبيرا أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الترتيل حتى يدخل ويدخل أجواء كبيرة ويسيع اللي يقرأ هذا حلو. هاي إخواني هذا كلام الخالق كلام الرازق لا يمل. كلما قرأت منه شيء شيئا ازداد إيمانك انشرح صدرك نسيت أنك يعني ما تعرف الأجواء اللي أنت فيها. قل الحمد لله الحمد لله. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم, الحمد لله تملأ الميزان. حديث صحيح مسلم طهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. هذا الميزان شنو؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الحمد لله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها أو يشرب الشرب فيحمده عليها. ويقول لو أن الدنيا كلها بحذافيرها في يد رجل من أمتي فقال الحمد لله لكانت الحمد لله خير مما أوتيها. نعم الحمد لله. ولذلك ابتدأ الله كتابه بالحمد لله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. عباده الذين اصطفى طبعا هم المرسلين كما قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. طبعا الثوري والسدي قال وسلام على عباده الذين اصطفى هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم خيرة هذه الأمة. فقد اطلع الله على قلوب هذه الأمة فاختار قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما تشركون. الله الذي خلق كل شيء. عندما ينظر الإنسان في هذا الكون يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. ما خلقوا شعير ما خلقوا حبة ولا نملة ولا ذرة ولا شيء. هذا خلق الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ماذا يقولون؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم أم الله الخالق لكل هذا شيء. الله خير مما تشركون. هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله لا تسمعكم إذا دعوتم ولا تنفعكم إذا طلبتم فما فائدة عبادتها. الله خير مما تشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ذات جمال وخضرة ونضارة. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بل هم قوم يعدلون بالله غيره يعدلون عن الحق إلى الباطل. نعم من خلق السماوات والأرض. هو نختار شوي نوقف عند هاي السماء والتراب لأن هاي السماء والتراب ياسر الناس يفوتوا تخلاص. هم الآن يقولوا انظروا ماذا في السماوات والأرض. يقول أصحاب الكهف ايش قالوا؟ إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. ما احتاجوا جيم رسول نظروا إلى كتاب الله المنظور وأغناهم عن كتاب الله المقروء. قالوا ربنا رب السماوات والأرض
يا من تعصي الله، انظر إلى السماء، من خلق هذه السماء؟ فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نعم، من خلق السماوات والأرض؟ طبعا الله عز وجل يقول خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. من خلق السماوات والسماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. ودائما تذكر الصموت، تذكر التراب، تذكر المطر، هذا المطر الذي نسأل الله عز وجل أن تأتينا سحاب مباركة لبلادنا وبلاد المسلمين، يسقينا الله بها، ينبت الله لنا بها الزرع، ويدر لنا بها الضرع، ويخرج لنا بها من بركات الأرض. نعم، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. نعم، الله عز وجل يذكر الماء ينبت الحدائق، ويذكر الوحي ينبت الإيمان في القلوب، وكلاهما ينزل من السماء. وحي ينزل من السماء فينبت الله به الإيمان في القلب، وماء ينزل من السماء فينبت الله به النبات في الأرض، الغذاء، الأشجار، النخيل، النخل باسقات، والحب، الحصيد، كل هذا لتنمية الأبدان، وما تقوى به الأرواح القلوب والأرواح أولى مما تقوى به الأبدان والأشباح. فلنقبل على هذا الوحي، ولنتدبر معانيه، ولنقرأه، ولنعلم أنه هو سر نجاة من نجا. لا نجاة إلا بهذا القرآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القرآن حجة لك أو عليك، فأسأل الله يجعل حجة لنا إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. استقبلوا بعض المشاهدين، تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. أحبكم الله بالصلاة على الدعاء. أحبكم الله أخي الكريم، تفضل. بما الدعاء إن شاء الله تعالى. إن شاء الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى. الله خير أما تشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم وأنزل لكم السماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. بارك الله فيكم الأخ الكريم، إن شاء الله واصل. يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. بارك الله، بارك الله فيك الأخ الكريم، ما شاء الله قراءة طيبة، أعتقد ما فيها ملاحظات ما شاء الله. ما شاء الله قراءة طيبة، وأيضا أحكام عندك جيدة، ومخارج الحروف كذلك، لكن هناك بعض الملاحظات البسيطة.
تنتبه لها الأخ الكريم. الوقف الملاحظة الأولى، أم من خلق السماوات والأرض هاي نون ساكنة بعدها خاء، والخاء من حروف الإظهار، فكأنك سكت على النون، فعليك أن تصل فتقول أم من خلق، ولا تسكت سكتة لطيفة. الملاحظة الأخرى، تنتبه للأمداد ومخارج الحروف عندك جيدة، وتنتبه أيضا لألف الإدخال، أي إله مارش تنطقها أي إله، فلا تتبس عليك أي مع أي إله. بارك الله فيك، قراءة جيدة وصوت جيد أيضا ما شاء الله. بارك الله فيك. الأخ الكريم تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الذين اصطفى الله خير. صدق الله العظيم. بارك الله فيكم. تعليق لي. ما شاء الله صوته جميل ما شاء الله. ولده من القارب اسمه. صوتك ما شاء الله. تعلق لي بعد نقبل المكالمة. إذا صوت ما شاء الله جيد. بارك الله فيك. تم تنتبه للأمداد. أمداد ورش طويلة من ثلاث حركات إلى أربع حركات إلى خمس إلى ست حركات فيما يخص المد اللازم. ست حركات. تنتبه لهذه الأمداد، وتنتبه أيضا أماكن الوقف. قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. كان ينبغي لك أن تقف على عباده الذين اصطفى أو تصل حتى تنهي الآية. بارك الله فيك، صوتك جيد ما شاء الله. طيب استقبلوا تفضلوا. تفضلوا. الأخ الكريم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلك انت بتبعد شوي عن الاصوات اللي انا حاول اضبط دلوقتي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله والسلام على هذه الذين اصطفى. أما خلق السماوات والأرض فلنكم من السماء شوف الأخ الكريم. الأخ الكريم معذرة. الأخ الكريم معذرة، صاحبك تشويش تيني شوي معه، قدر للأسف أن نتواصل معك. حاول أنك تغلب شوي على الصوت اللي حداك.
وتعاود الاتصال من جديد ياك تصحح. معذرة أخي الكريم، كان الصوت لحداك مشوش مع أننا قاعدين نسمعوك للأسف الشديد. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. نعم تفضلوا. نعم السلام. تفضلي أختي الكريمة. نعم صحيح السؤال خالد. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء تفضلي. واصلي واصلي. ويجعلكم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله تعالى الله عنه لا يشركون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك الأخت الكريمة. إن شاء الله حتى تكمل الآية. صدق الله العظيم. بارك الله فيك الأخت الكريمة. إن شاء الله قراءة طيبة. إن شاء الله قراءة طيبة وصوت جيد أيضا. تنتبه لبعض الأحكام البسيطة عندك، لا تزيد الحركات القلب أنبتنا حركتان فقط، فلا تزيد ثلاث حركات. بارك الله فيك، قراءة جيدة. وتنتبه أيضا للإدخال عند قالون،
فلا تسكتي عندها فتقولي آه إله لا تسكتي فلا تقولي آه إله لا كأنك تواصلي تنطقي نطقا واضحا آه إله مع الله بارك الله فيك صوتك ما شاء الله وأداء جيد أيضا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تفضل أخي الكريم حياك الله تفضل محمد بوي محمد بوي من أهلا وسهلا محمد بوي تفضل بارك الله فيكم يعني حاول نحن إن شاء الله وقريبا مستعان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يهديكم في ظلمات البحر ومن يرسل رياحا بشرا بين يدي رحمته وإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدع خلقه ثم يعيده فقد يرزقكم شفقا من الأرض أمن شدد الميم أمن إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم الله العظيم بارك الله فيك الأخ محمد بويا من مدينة الزوالات نعم لا يتعلق محمد بويا نعم اسمع يا أخي تنتبه للأحكام والنص أيضا أمن يبدو هاي الياء مشددة جميع الروايات فتقول أمن يبدو ولا تفتحها تنتبه أيضا لأحكام المد هذه مد إمام مرش طويلة وتنتبه للأحرف حرف الفاء حرف الفاء هي تنطق فان ولا تنطق فان من الأخطاء الشائعة فتنتبه لها بارك الله فيك وتقرأ القرآن أيضا بتاء ودو وبكياسة دائما الفاء هي سبحان الله الناس دائما تصحح له هي لا الفاء 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 صحيح خطأ شائع والخطأ إذا كان شائع يتعود الإنسان عليه حتى يظن أنه صواب لكنه مع ذلك يبقى خطأ ليس هناك حرف عربي اسمه فاء الفاء هكذا تنطق فاء إلا وجدت في اللاتينية القرآن باللغة العربية طيب. طيب نستقبل مشاهد آخر قبل أن نعود لفضيلة الشيخ تفضل أخي الكريم تفضلوا تفضلوا طيب فقدنا الاتصال للأسف مع الأخ المشاهد طيب توقفنا عند قول الله عز وجل فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فإله مع الله بلغكم العالمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤال لإخوة سؤال إذنكم حصلنا جوابا تفضل وعليكم السلام ورحمة الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى
إلههم الله بل هم قوم يعدلون الله عما يشركون صدق الله العظيم. بارك الله فيك أخي الكريم، ما شاء الله قراءته طيبة، ما شاء الله صوتك جيد. نعم. ما شاء الله، الله تبارك وتعالى أحباك بصوت جميل. ما شاء الله، هناك بعض المراحلات البسيطة في هذه التلاوة، تنتبه الحرف الفاء اللي نبهنا عليه القارئ اللي قبلك، تنتبه لها نطقه، وأيضا تنتبه لمواقع الوقف. هناك قواعد عند الوقف، لا وعلى عباده الذين اصطفى كان ينبغي أن تقف عندها وتواصل وتصل وقفت عند الله ثم رجعت وقلت اصطفى ولم يكتمل المعنى. فينبغي للإنسان أن ينتبه لمواضع الوقف إلا في حالة الاضطرار ثم يعيد ليكمل المعنى. المسألة الثانية، تنتبه الأمداد وتنتبه لألف الإدخال. بارك الله فيك، صوتك جيد ومستقبلك جيد أيضا في التجويد، وواصل يعني. بارك الله فيك الأخ الكريم، لأن توقفوا شوية عن المكالمات لنا. أرسل فضيلة الشيخ، من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. طبعا هذه استفهام إله مع الله، إنكاري، ينكر الله عز وجل على الكفار أنهم يجعلون مع الله إلها آخر. ثم بدأ يبين أمورا تخص بالله عز وجل ولا دخل لأحد فيها من الكائنات، لا معبود ولا يعني من يعبده من الأوثان وغيره من البشر والشجر والحجر والمدر. يقول تعالى سبحانه وتعالى: أمن جعل الأرض قرارا، ولذلك لو اهتزت هذه الأرض وتزلزلت فمن يستطيع أن يسكنها من آلهتهم، ستنكسر تتكسر آلهتهم كما يتكسرونهم ويغيبون عن هذا الوجود. من جعل الأرض قرارا بهذه الجبال، الجبال أوتادا. وطبعا هذا تذكره سورة النبأ في بداية السورة، الأرض ساكنة، وفي نهاية السورة الجبال منسوفة. سبحان الله، قال تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شهيدا. كل هذه الأمور تزول بعد ثواني. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. يقول تعالى: إن يوم رسلك كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت الباب وسيرت الجبال فكانت سرابا. هي سورة واحدة، بدايتها جعلنا نهايتها سرابا شقاق، يعني سبحان الله. ولذلك من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا من مشرقها إلى مغربها من شمالها إلى جنوبها، هذه الأنهار التي ماؤها بارد، وهذه البحار التي ماؤها مالح. البحار تحيط بالكرة الأرضية، ولو كان ماؤها يعني ليس مالحا لكان له نتن يعني رائحة يستحيل معها سكن الكرة الأرضية، لكن شاء الله عز وجل هذه البحار مالحة فهي
تحتضن يعني هذه الكرة الأرضية من كل ضرر. نعم، سبحانه وتعالى يقول الأنهار وجعل خلال يعني وجعل لها رواسية، ولذلك لما خلق الله عز وجل الجبال الأرض تحركت فجعل الجبال أوتادا رواسية وجعل بين البحرين حاجزا. الله أكبر. ولذلك يذكر الشيخ أبو الخطوع عليه رحمة الله أن في المكان بين موريتانيا والسنغال حين يأتي البحر النهر الصنهاشة هذا ونهر السنغالي يخلط مع البحر المحيط الأطلسي، هناك مكان يجلس فيه الإنسان، يده اليمنى يغرف بالشيء يعني الماء المالح واليد اليسرى يغرف الماء البارد، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. نعم، فلا يخلط هذا على هذا ولا يخلط هذا، سبحان الله. نعم، حاجز أي إلههم مع الله، هذا الإله اللي يقدر على هذا، هل هناك إله آخر يقدر على ذلك؟ بل أكثرهم لا يعلمون، تعالى الله عن ذلك علوك، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن، وهذه أيضا آية أخرى عجيبة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله قليلا ما تذكرون. وطبعا الكفار حين يكون في البحر وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجيهم البحر إذا هم يشركون، البر إذا هم نجيهم البر إذا هم يشركون. فهذا الكافر حين يدخل البحر ويتعود الحالة يعني متينة يوحد الله، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الكفار يقول له ربك من هو، يقول له أنت يقول أنت في البحر وتتصنع لأنك مات لا عندك شش تدعي، قال ندعي الله، قال ذاك هو الله اللي يدعي وانا. الله أكبر. هذا الله عز وجل اللي يدعى وحده ولا يدعى معه غيره، يجيب المضطر إذا دعاه. ولذلك الله عز وجل يقول الصحابة قال يا رسول الله أبعيد ربنا فنناجي أم قريب فنناجي، فنناجي ربنا بعيد فننادي أم قريب فنناجي، المناجاة الكلام الخافت قال لهم. فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. نعم، فالله عز وجل قريب، قريب مجيب، يستجيبوا لي وليؤمنوا بي مرشدون. الله عز وجل قريب، ولذلك ما قال يا سألك عبادي عني قل يا سألك فإني قريب أجيب، ما قال له قل سألك ماذا ينفقون قل عفو، سألك ماذا سألك ما أحلم قل يحل لكم الطيبات، سألك عليه تمام قل إصلاح لهم خير، ولكن ويا سألك عبادي عني ما قال قل فإني قريب، قال فإني قريب وجيبوا دعوة الداعي إلى دعاه. وبالتالي إخواني لا بد من توحيد الله عز وجل ولا بد من اللجوء إلى الله عز وجل. نعم، اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. ف من سأل الله عز ومن وطبعا بز، ومن سأل غير الله ذل وهين. نعم، من يجيب المضطر وهو صاحب الحاجة القصوى، مضطر إذا دعاه كم قضى الله من حاجة وكم استجاب من دعاء، أسأله أن يغفر لنا ولكم وللمشاهدين ولجميع المسلمين. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إلههم مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، إلههم مع الله، تعالى الله عما يشركون. طبعا هذه السحاب، هذه الرياح اللي تبشر تسوق السحاب إلى قوم كانوا قبل دقائق، كانوا قبل أيام، كانوا قبل أشهر يائسين من رحمة الله إذا هم يستبشرون. يصيبوا به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. وتالي أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزق، يبدأ الخلق هذا الكيان البشر يخلقهم الله عز وجل ثم يميتهم ثم يحييهم فيعيدهم نشأة أخرى بعد أن كانوا يعني خامدين تحت هذه الأرض، بل عظامهم رميمة، يحيي العظام وهي رميم. فسبحان الذي
بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذا أعدل شيء الله عز وجل يقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لا برهان لهم، إنما هو تكبر وتشبر وكفر وعناد. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذه الآية قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري حينما جاءت امرأة قالت يا رسول الله لما ذهبت في الغزوة نذرت لله أن إذا أرجعك الله حيا أخذت طبلي فمدحتك، ولما جاءت بطبلها قال إن كنت نذرت فعلي نذرك وفي بنذرك، فأخذت طبلها وأصبحت تضربه وتقول بعض المدايح، فلما قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غد قال توقفي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم الغيب إلا الله. وهذا بعض الناس اللي يقول لك فلان يكلم الخواطر، هذا خطير. الخواطر لا يعلم ما فيها إلا الله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فما مرد يعني أمر تمدح الله به نفسه، معنى ما خلق حد يعلمه إلا الله، يعلم ما تخفي الأنفس الله وحده. وبالتالي لا بد المسلم يعلم أن الله عز وجل يعلم ما يجول في نفسه، إن كان خيرا فعله وإن كان شرا تاب منه وأقلع عنه. نعم بارك الله فيكم شيخنا الكريم. استقبل المشاهد فضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل بشير. شو تحاول تنقص عنك جهاز تلفزيون شوي ولا تبعد منه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما تشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل المياه بشرا واصل تفضل اخي ومن يرسل الرياح نشرا
علي رحمته. إله مع الله تعالى الله عما يشركون. بارك الله فيك، صدق الله العظيم. بارك الله فيك الأخ الكريم. تفضل عبد الله، مكالمة أخيرة. تفضل عبد الله. أما برواد يوم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل عبد الله. للأسف فقدنا الاتصال بالأخ عبد الله للأسف الشديد. حاول إنك إن شاء الله تعاود الاتصال. شكرا لك الأخ عبد الله. إذا شيخنا الكريم توقفنا عند قول الله عز وجل، لكن قبل ذلك الأخ المشاهد كان أيوة القارئ بشير قراءته جيدة ما شاء الله، ينتبه لبعض الأحكام البسيطة عند حرف الشين عنده، فلا يقول أما توشر يكون توشر كأنه يفتح الشين أو مع الحركة، لا بسيط نطقها. خير الله خير أما تشركون، هكذا. أيضا التاء من حروف سهلة نطقها بسيط، فتقول فأنبتنا، فلا تقلق لها ولا تزيد حركتها، حرف بسيط. بارك الله فيك، قراءتك جيدة وأحكامك أيضا جيدة ما شاء الله. بارك الله في البشير وفي كافة المتصلين. شيخ توقفنا عند قول الله عز وجل بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. طبعا هؤلاء الكافرون في, 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 في قضية الساعة الله عز وجل يقول بعضهم يصدق وبعضهم كذب عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، وهو نبأ الساعة. بل ادارك علمهم بالساعة بل هم منها بل هم في شك منها بل هم منها عمون، عمون معناها يشكون في هذه الساعة، وكل شيء يدل على قيام الساعة. الساعة في كل يعني احنا نشوف الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. طبعا وبلا معنى تعود الساعة ما هي لا يتقين به اللي الله يرسل رسلا ويكذب بعض الناس ويصدق بعض الناس، يطيع بعض الناس ويعصي بعض الناس، يؤمن بعض الناس ويكفر بعض الناس، ما لا تكون الساعة، لا تكون القيامة، ولا يكون الحساب والعقاب. هذا بالحقيقة ما يقبله قلب زكي ولا قلب تقي. بل ادارك علمهم في الساعة بل هم في شك منها بل هم منها في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. قال تعالى وقال الذين كفروا إن إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، كقوله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والحق درجت وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ونسي خلقه هذه عجيبة، ما قال ضرب لنا مثلا، قال لا ونسي خلقه، منساه مسكين منساه نسي خلقه. حد قال كيف يحلها نقول يقول يا برا تكنتاش كيف كنت أنت وكيف كان أبوك وجدك ومن أتيت منه وهو آدم كان من تراب. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي خلقه هذه عجيبة. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم تطفئون. أوليس الذي خلق السماوات، شوف هذا يستدل بالكبير على الصغير، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم. إنما أمره يا رب شن يقول لكم فيكم سبحان الله بيده ملك كل شيء. وليالك رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه هذا الكافر قال ربك يحيي العظام، قال يحييها ويعذبك انت في النار. والعياذ بالله. لو كان هو هذا ما انه شقي يقول خلاص انا قاعد امنت بالله، لا هو حكم عليهم انه كافر، وليالك يحييها ويدخلك انت النار. فنسال الله عز وجل الايمان بالبعث الذي ينتج عنه الاخلاص وتنتج عنه الطاعه. الايمان يثمر وثمرته الطاعه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والأصل إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وش وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا يستويان من صدقوا ومن كذبوا. أفنجعل المسلمين كمجرمين؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أسى
نسأل الله يجعلنا ويجعلكم من أصحاب الجنة توبعد من أبيكم. نعم إن شاء الله. إذن تداركنا الوقت أعزائي المشاهدين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في جنة الفردوس يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ختامه مسك أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة الطيبة المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خالصة لوجهه الكريم لا رياء فيها ولا سمعة، وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه سميع قدير وبالإجابة جدير. في نهاية الحلقة إذن أشكر ضيوفنا الأكارم فضيلة القارئ محمد نوح والسيد عبد القادر، شكرا لكم شيخنا الكريم، كما أشكر كذلك الشيخ الداعية عبد الله والعبد الملك، شكرا لكم شيخنا الكريم على ما تفضلتم به من علم كبير وعلم غزير في هذه الحلقة الطيبة المباركة من هذا المقطع الكريم من سورة النمل. كما أشكركم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة، إلى حلقة قادمة، هذه تحياتي وتحيات المخرجة تبة من تعبدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.